للحديث عن القصف المستمر على مقرات الميليشيات الإيرانية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل. أستاذ أحمد، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، قصف جديد يستهدف الميليشيات الإيرانية في محيط دمشق. في أي سياق يمكن وضع هذه الهجمات، وإلى أي مدى يمكنها الحد من النفوذ الإيراني في سوريا؟ هذا سياق مستمر بلا نهاية من 10 سنوات. سمح إسرائيل وأمريكا، سمحوا لإيران وسمحوا للتنظيمات التابعة لها، حزب الله اللبناني والتنظيمات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية، سمح لهم علنا بدخول سوريا لقمع ثورة الشعب السوري ورغبته بالتحول إلى دولة حرة وديمقراطية. وكلما حاولت إيران وكلما حاول عملاء إيران تجاوز هذا السماح، تجاوز السماح بقمع الشعب السوري إلى مرحلة إقامة قواعد متقدمة ومسلحة تسليح يفيض عن الهدف الذي سمح للإيرانيين بدخول سوريا به، يتم قصفهم فورا فورا، يعني في نفس اليوم في نفس اللحظة. حزب الله موجود في سوريا ليقمع الشعب السوري، أما إذا استغل وجوده في سوريا لتمرير سلاح من إيران عبر العراق إلى لبنان فيضرب فورا. فإذا الأمر ما في شيء جديد مطلقا، وإنما هي سياسة دائمة مضى عليها 10 سنوات. وكلما تجاوزت إيران أو تجاوز حزب الله حدود تفويضه المسموح له من إيران من إسرائيل يضرب حالا. طيب أستاذ أحمد، في هذا السياق يعني القصف جاء بعد تصاعد وتيرة نقل الأسلحة من إيران وصولها إلى العراق ثم إلى سوريا، لكن هناك من يتساءل عن مصداقية شعار الممانعة التي ترفعه إيران والميليشيات وهي تسكت عن الضربات الإسرائيلية المستمرة ضدها في سوريا، ما السبب في ذلك؟ يعني أولا موازين القوى، وثانيا الهدف. إسرائيل الإيرانيين وحزب الله اللبناني والكتائب الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية موجودون في سوريا ليس لمحاربة إسرائيل، وهم يعرفون الكلام الذي قلته، يعرفونه تماما. نعم. أن موازين القوى ليست لصالحهم أبدا، أنهم لا يستطيعون محاربة إسرائيل، وأن كل كلام عن محو إسرائيل وضرب إسرائيل ومحاربة إسرائيل كله جعجعة وكلام فارغ. هم يعرفون بأن إسرائيل أقوى منهم كثيرا. نعم. وهم يعرفون أنها هي التي أدخلتهم إلى سوريا، سمحت بدخولهم إلى سوريا بشروط، وأنهم كلما تجاوزوا الشروط سوف يتعرضون إلى ضربات. فالعملية واضحة جدا، واضحة تماما، من أنه هؤلاء لم يأتوا إلى سوريا لمحاربة إسرائيل ولا بشكل من الأشكال، وإنما لمحاربة الشعب السوري. وعندما ينسون أنفسهم تذكرهم إسرائيل بأن هذا هدف وجودكم وهذه هي حدود. أستاذ أحمد، لو تطرقنا إلى الشق السياسي، هناك اجتماع للدول الضامنة لصيغة أستانا في مدينة سوتشي غدا الثلاثاء بعد فشل اجتماعات اللجنة الدستورية، هل هناك داعي للحديث مجددا عن الحل السياسي في سوريا؟ لا يوجد أي فرصة للحل السياسي إلا في احتمالين. إذا تم إيجاع يعني حماة النظام السوري وخاصة روسيا، إذا أصبح الوجود الروسي في سوريا مكلفا للروس فهم يتخلون عن النظام ويحصل حل سياسي. الاحتمال الثاني ونحن لسنا بعيدين عنه هو اقتراب انهيار النظام السوري، انهيار مؤسسات الدولة، بمعنى الآن النظام يدفع $15 للموظف الذي يقتل من أجله فقط $15 في الشهر، يعني نصف دولار في اليوم بالضبط. يعني يدوب بيأكل رغيف خبز مع شيء زيتون مثلا أو بطاطا أو أشياء بسيطة جدا، ليس اللحم وليس أطايب الطعام، فقط ليعيش. فإذا استمر التدهور الاقتصادي وهو مستمر إلى درجة انهيار مؤسسات النظام، انهيار مؤسسات الدولة حتى، فعندها ممكن أن يحصل حل سياسي، وربما يبحث الروس عن بديل عن النظام، وهم يستطيعون فعل ذلك بسهولة عندما تتطلب مصلحتهم ذلك، سوف يتخلون عنه وسيحصل الحل السياسي بسرعة. ولكن الآن لا يوجد أي مؤشرات على حل سياسي جديد.
من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل، شكرا جزيلا لكم.